السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنشرح لكم طريقة التسجيل في فيزا البحث عن عمل في البرتغال التي أطلقتها البرتغال لمدة 4 أشهر أو أكثر. يعني اليوم سنشرح لكم طريقة التسجيل، سنضع لكم ليان دانسكريبسيو في الديسكريبشن. أول شيء نقوم به وضع البرينو يعني الاسم. أنا قبل بداية الفيديو نشكر كل من يتابعنا. بعد ذلك نضع اللقب، لمازال ما اشتركش في القناة يشترك، يعني المشاهدات قلت والاشتراك غير موجود، ندعوكم للاشتراك في القناة. بعد ذلك نضع لدد منسونس تاريخ الميلاد، يعني التسجيل او ليزانسكريبسيون غراتوي. اشترك لعلها فيها خير ان شاء الله. اللي عنده باسبور بيان سور، يعني التسجيل يكون بجواز سفر، نيميرو باسبور. نقوم بوضع نيميرو باسبور، وبعد ذلك دات ديميسيون وقت خروج الباسبور. نقوم بوضع تاريخ خروج الباسبور بشكل دقيق. يعني اذا ان قمت يعني غلطت في المعلومات ولا ما يطلعوكش. ضد فاليداسيون يعني وقتاش يخلص الباسبور تاعك. وبعد ذلك ناتي الى ناسيوناليتي، يعني متاح لجميع البلدان. انا جزائري، ساقوم بوضع الجيريان. بعد ذلك بيد ريزيدونس، اين تعيش، يعني اين تعيش حاليا. تقوم بوضع اين تعيش، انا اعيش في الجزائر، سنقوم بوضع الجزائر. يعني هذه الفيزا لجميع البلدان. الايميل شيء مهم، وهو يجب ان تضعه بالشكل الصحيح. يعني هنا سيرسلون لك القبول او الرفض. بعد ذلك ناتي الى سكولاريتي اي ديزاني دو زيتود. تقوم بوضع ان كنت يعني عندك باك، تقوم بوضع فورماسيون يونيفرسيتي اي راك في ليسي دير دو زاني دو زيتود الى اخره. بعد ذلك دو دومان دو لوكيل فوزافي ترافاي، يعني أين خدمت ديجا. تقوم بوضع 5 إجابات، كوشي 5 إجابات. لمازال ما اشتركش في القناة يشترك، يدعمنا النقص يعني نسبة الاشتراك ونسبة التفاعل في القناة. يعني 99% من الذين يشاهدون في القناة لا يشتركون. ندعوكم إلى الاشتراك ودعمنا لتحقيق نجاح. شكرا لكم. نواصل التسجيل. يعني التسجيل في هذا الطلب مجاني. تقوم بالتسجيل بنفسك على الحاسوب او على الهاتف. يعني التسجيل من الحاسوب او على الهاتف نفس الشيء. كاين تو لي دومان، يعني امبلوير دونتربريز، كونديكتور دو تران، كونديكتور دو فواتور توريزم، كونديكتور دو كاميون، ترافاي دو نيتواج دو ميناج، ترافاي سون كومبيتونس. بعد ذلك سيكتور بروفيسيون دو لوكيل فو روشارشي
ان امبلوا، يعني اين تبحث العمل، المجال الذي تريد ان تعمل فيه. تختار هنا، تختار 3، الفوق تختار 5، وهم هنا تختار فقط 3. سنقوم باختيار 3 اجابات فقط. يعني اين تبحث عن عمل، دون كيل سيكتور. اللي مازال يعني ما اشتركش في القناة يدعمنا ويشترك. انخفاض نسبة المشاهدات ونسبة الاشتراك في القناة، يعود الى جمهورنا الكريم الذي لا يشترك. اشتركوا في القناة يا احبابي يا اصدقائي. هناك خلل، يعني قمت بوضع أكثر من 3 إجابات على ما أظن. بعد ذلك زاني ديكسبيريونس، ليكسبيريونس دو ترافاي، كما عندك الخبرة، 5 سنوات، 4 سنوات، سنتين، ما عندكش، ما عندكش دير 0 إلى 1 سنة. بعد ذلك كونيسونس دو لا لونغ، اللغات التي تعرف التكلم بها، لونغلي، فرنسي. Tu peux يعني faire autre comme l'arabe et la kabyle. Kabyle, moi je suis un kabylien, alors arabe et kabyle. بعد ذلك la langue de contact, لغة التواصل بينهم، يعني تضع على الأحسن اللغة الفرنسية. وهنا ستقوم يعني كوشي تولي كاز، يعني ستقوم بكوشي تولي كاز. هنايا تقوم جاكسيبت جو ديكلار، قبل وضع سوميتر الفو فيريفي تو دي زانفورماسيون باش ما تغلطش، يعني تقوم بفحص جميع المعلومات. شكرا على